كاين جينا الاجراءات درنا واحد فانتو كاتب عمومي واحد الورقه صيبناها دخلناها للعماله باش ان شاء الله فيها نمره التليفون فيها لادريس فيها كلشي باش يصيفطوا لينا الدعم ديالنا والله يجازيهم بخير. وحنا هادشي كله كنشكرهم بزاف ولكن كنطالبوا بالحمام يتحل، هذا هو الهدف ديالنا. تنطلبوا نخدموا حتى حنا بحالنا بحال الناس يخدموا، نديروا حنا 10% ماشي مشكل، واخا نجيبوا على اللي قسم الله لوليداتنا، عندنا الكرا وعندنا الماء وعندنا الضوء. الله يجازيكم بخير، تعاونوا معنا. حنا اصلا في الاول باش نبدا لك من الاول، كنا دايرين واحد الشكايه عامه، جينا ندير واحد الوقفه هنا، قالوا لنا غتمشيو ديروا واحد الشكايه باش تدفعوها للوالي، درنا فيها تقريبا شي 95 واحد، كل واحد باللي كارد ديالو. ملي جبنا دفعنا لهم الشكايه ديالنا قالوا لك اودي سير تنعيطوا لكم، يلاه بدينا غنديروا تذكير الشكايه حيت باقي ما خدنا حتى شي جواب. جات هذه الحمله هذه قال لك اودي غتمشيو كل حمام بوحدو غديروا واحد الطلب وغتدفعوها للعماله. دابا هاد الناس جايين دايرين الطلب وكيطلبوا من الله ومن من جلاله الملك ومن السلطان المحلي الوالي والمسائل باش يتعاونوا معاهم بالنسبه لهذا الشيء ديال الحمامات. امال الحمامات الله يجازيهم بخير كانوا داروا فينا واحد الخير كبير، ولكن دابا حنا يلاه عرفنا حقهم باش ما نكذبوش على الله. كنا الحمام هو اللي هزنا وهز الهم ديالنا كاملين وديال الوليدات، كنا خدامين والحمد لله بخير وعلى خير وكيخلصوا الناس كراهو، ولكن ملي جات هذه الجائحه كلشي محبوس. ومالي الحمامات راهم ضرين كثر منا باش نهضروا في الواقع، حيت حنا اللي كنعرفوهم وكنعرفوا المصاريف اللي كيكون في الحمام، وحتى الناس مساكن راه حتى هما مضرين. كاين مسكينه اللي ما عندها باش خلص لك، راه كاين اللي عندها باش توكل ولادها. وليدي اليوم عاد جينا اليوم الاخر لينا، كل نهار تنجيو حتى اليوم عاد راه تقيدنا ودفعنا وريقاتنا، قالوا لي غادي يعاونونا. لا هداهم الله علينا، راه حنا دفعنا الوريقات وصايبناهم ودفعناهم، لا هما عطاونا شي حاجه. راه حنا وليدي ضرينا بزاف، 20 عام وحنا خدامين في الحمام وطلحنا لا وراق لا والو، ومو الحمام ما مكرريش بينا، دفعنا قال لنا برا الشيء كله بلاتي فوق الشيء كله، حنا باغيين نخدموا ما بغينا والو. اللي بغيت نعرف هو القهاوي علاش خدامين وعلاش السواقات عامرين وعلاش كلشي عامر الا الحمام اللي بلاتي بلاتي اختي اللي فيه التعقيم وفيه هذه وفيه هذه، ما عمرنا ما جات عندنا شي حاله. الحمام تاعنا كان نقي، كيدخلوا 10 العيالات تيخرجوا كيدخلوا 10، ما عندناش كاع الاكتظاظ الحمد لله. انا عندي طريطه خويا، انا عندي طريطه غيخرجوني هاد الايام، تعطيني الاخر ديال الشهر. كتسالوني من جلس من كورونا لا غنتلاح للزنقه، ما يمكنش انا عاطيه رزقي وقالوا لي غنديو لك الدار ما تدخلتيش الطريطه، على قبل الحمام ما كيحلش. انا وليداتي كنطلب لولادي باش كنجيب لهم ما ياكلوا، وانا دابا نتلاح في الزنقه بسبب الحمام مسدود. دابا يحلوا دابا يحلوا ما تيحلوش، اش غندير؟ اي خدمه دقينا على يقول لك لا دابا كورونا ما كاينه خدمه، ودابا انا الاخر ديال الشهر غادي ينوحوني انا. هاي الصياد جاتك الكارت ديالي وشوف. طالبين غير الخدمه، طالبين اخويا غير نخدموا الله يجازيكم بالخير، 25% 50% ونخدموا الله يرحم الوالدين. عندنا النقاع عندنا كل شيء، يجيو يشوفوا يطالعوا ويحلوا لنا الحمامات الله يجازيكم بالخير. شوف الله يجازيكم بخير، راه حنا والله العظيم لا ظروف واحدين فيها، والله العظيم لا كرا لقينا باش نخلصوا لا ما لا ضو، حنا بغينا غير نخدموا هادشي كله كيفوت، بغينا غير يحلوا لنا الحمام ديالنا نخدموا فيهم. راه حنا ضايعين بزاف، كلشي ضايع، وليداتنا ضايعين.